لا يا بيه انا خلاص خلصت الحمد لله. وهنا يظهر لباس احمد متوعش بالموبايل هنا وهنا يظهر لباس احمد السعيد. على فكره كنت محوش لك واحده راحت لي واحده ارميك بيها يا جزمه. خد حد صوره يا جدعان. فكرك ان انا هاجي لما كنا حد صوره يا جدعان. كنت جايب اثنين حد يصور. حد يصور. لا حد يصور فيديو. خلاص خليك خد يا جبال خد صور لاحمد السعيد. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا عم؟ بس شكل الجبال الجبال بسم الله ما شاء الله. وانت قده يعني قد كده. عبد الهادي نزل ارض الملعب يلا جول. انت بتصور؟ انت من الصبح انت عمال تقع. انت خلاص. بس ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ ضرب الجزاء وضرب الجزاء. لا ضرب الجزاء ايه؟ ولما شادي جه بس يلا بس يلا ده انت عندك يلا شوية ده حب ايه يونس. ماشي ده كان بيجنيها في المية في الجامعة النهاردة في المدرج كان بيجنيها في المدرج بالصوت ده اهو. يا عم ما انا بغني كده برضه عندنا في الكلية عادي يعني بس الفكرة مش مش اسلوب يعني. وبيحسدوني
بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي يا بختك حوالك تحبك اكتر جورج انا خدت ايه من الدنيا دي ازعلت كتير وافرح شويه وانا لو رحت مع بسط او خبطت بالبيت ما تحصل الله ايوه جميل كنت اقلب لك هند جريش غالي بشعر كميس ورابيس بس العبرة ما هيش باللبس بس العبرة ما هيش باللبس مش هكمل